السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما صباح الحمد لله. على بالي باللي رانا دوكا صيف ونخرجوا هكا بزاف وكامل. الوغ نحبوا دائما اون بو اكلاتونت، نحبوا خدود هكا يكونوا حمرين ويكون ان فيزاج اكلاتون، بشرة يعني مشرقة. راح نعطيكم واحد العصير تقدروا تداوموا عليه، ديروه اون روتين تاع كيما نقولوا اون كور تاع اون سيمين. ديروا ان غران فير شاك ماتان. عندك ديري، تقدري ديري اون كور على جه اون سيمين باش تدي ريزولتا، يعني في الحين اون سيمين تدي ريزولتا. واش فيه؟ عندنا هذا عصير المشمش، راه عندي كونجلي انا خدماتو ومخلياتو، عصير البرتقال، جو دورانج كيف كيف خدماتو كونجلي. وانتوما اذا عندكم فخي ديروا فخي. عندنا زروديه كيما راكم تشوفوا غاسله، واحد زوج حبات هكا كبار غسلتهم ومقطعتهم صغار. عندي هنا جلجلان محمص، مغرف تاع عشاء، وعندي مغرف تاع عشاء بذره الكتان، وعندي التحليه تاعو العسل. ولا حبيتو تزيدوا فيه ديروا فيه عسل التمر، يعني واش عليه، تقدروا ديروا عسل التمر. الميكسي كلش في البلندر، ونزيد ندير العسل على حسب لوغو تاعكم، واش تحبوا حلو بزاف ولا ماشي حلو بزاف. الوغ مي زامي فوالا لو جو لو سموثي، جيسبر يعجبكم. صدقوني تشوفوا ريزولتا من لا بروميير سيمين، شوفوا يجي شويه عاقد. ولا حبيتوه شويه جاري تقدروا تزيدوا لو جو دورانج باش يجيكم شويه جاري. جربوه، ميم تقدروا تعطوا لي زونفون تاعكم. ما تنساونيش بلي جيم ولي بارطاج، بارطاجيو افيك فو زامي فو كوبين مي روسيت اي ما شين يوتيوب. وما تنساوش لي موش داير ابوني يدير ابوني. Et merci. Prochaine recette. Salam alaikum.